السلام عليكم، انا زينة احمد، اولى كمبيوتر ساينس. انا في تراك الويب في ازكس جامعة الازهر. هنكمل النهاردة ان شاء الله شرح الفانكشنز اللي بدأناها في الفيديو اللي فات. يعني ده الفيديو رقم 2 في الفانكشنز، ممكن نكتب هنا فانكشنز 2 عشان نبقى عارفين ان ده الفيديو رقم 2. طيب، كان في حاجة قلنا عليها في الفيديو الاولاني او في اول الفيديو ان احنا هنعملها ان شاء الله. كانت فانكشن كل اللي بتعمله ان هو كان فيه انبوت وكان فيه بوتن. فاحنا لما كنا بنكتب حاجه في الانبوت ده وبندوس على البوتون اللي هو مكتوب عليه ويلكم، بيطلع لي اليرت مكتوب فيه ويلكم والاسم اللي انا كتبته في الانبوت. لو كتبت مثلا اسماء ودوست على الزرار هيطلع لي اليرت مكتوب فيه ويلكم اسماء. فده اللي احنا هنعمله دلوقتي. هنعمل الاول ال HTML، هنعمل انبوت وهديله اي دي عشان طبعا هستخدمه في الجافا سكريبت، فلازم اديله اي دي. وبعدين هعمل بوتون اكتب فيه ويلكم اشوف كده اهو ظهر الانبوت والبوتون. بس انا هعمل فيه بس شويه تنسيقات كده. خلاص، اللي انا هكتبه ده دلوقتي ده بوت ستراب. انا رابطه هنا البوت ستراب، فانتوا لو رابطين البوت ستراب تقدروا ان انتوا تعملوا التنسيقات دي. لو مش رابطين البوت ستراب ان شاء الله باشمهندسة هاجر هتنزل لكم فيديو شرح بوت ستراب، فالله اعلم هيكون الفيديو ده نزل قبل ده ولا لا. تمام، ممكن ما تعملوش التنسيقات دي خالص، بس انا بس هعمله عشان بس شكل الانبوت. وهعمل هنا بس كلاس كده. هنشوف كده، هو نفس الكلام، ما حصلش حاجه، بس هي تنسيقات بس في البوت ستراب. طيب انا كده يعتبر خلصت ال HTML. خلاص، هاجي للجافا سكريبت وهعمل ايه. انا عايزه اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايزه اخد المكتوب في الانبوت. يعني ايه اخد المكتوب؟ يعني انا هستخدم element، والelement بنستخدمه ازاي في الجافا سكريبت؟ ان احنا بنعمل document.getElementById. انا الاول هعمل الفانكشن هسميها ويلكم. طيب، هل انا هديها هنا باراميتر؟ هديها باراميتر. احنا قلنا ايه الباراميتر ده؟ الباراميتر الحاجه اللي هي بتتغير في الفانكشن، اللي انا بغير قيمتها. وهنا ايه الحاجه اللي بتتغير في الفانكشن من مره للتانيه؟ الاسم، اسم اليوزر، هلو يوزر. الاسم اليوزر ده هو اللي بيتغير، فانا هديه كباراميتر. وطبعا هكتبه بطريقه الكامل كيس. طيب، انا همسك العنصر الموجود في ال HTML ازاي؟ هعمل variable مكتوب فيه input document dot get element by id. ال id كان اسمه INP. في حاجة خاصة بال input في الجافا سكريبت اسمها dot value، هي خاصه بالانبوت. لما بكتبها بيجيب لي الفاليو اللي بتتكتب جوه الانبوت، يعني اللي هيكتبها اليوزر جوه الانبوت. طيب، انا لو عملت كده ثانيه، انا كده عملت ايه؟ انا كده خدت الفاليو الموجوده في الانبوت ده. طيب، انا عايزه اعمل ايه؟ عايزه اعرض الفاليو دي. هعرضها ازاي؟ هعرضها في alert. يبقى هعمل alert هقول له hello، واعمل الكونكاتينيشن اللي قلنا عليها في الفيديو اللي فات، اللي انا لما بربط string ده string بفاريابل. انا مش هينفع اكتب hello واكتب جنبها الاسم، هيتعرض الاسم اللي انا هكتبه دلوقتي، انما انا عايزاها متغيرة. يبقى هعمل ايه؟ هعمل hello وهكتب اليوزر نيم ده. انا كده ربطت string بفاريابل. طيب، انا كده، هل كده الفانكشن هتشتغل؟ لا، مش هتشتغل.
ليه؟ علشان انا ما عملتلهاش كول. لو عملت كده ويلكم وعملت كل الفانكشن، طبعا هنا انا هديها الفاليو، انا المفروض هديها القيمه اللي انا عايزاها تتحط هنا وبعدين تدخل في الكود وتبقى هلو يوزر نيم. يعني انا لو كتبت هنا مثلا زينه وجيت عملت كنترول اف، ايه اللي هيحصل؟ زينه دي الاول الفانكشن دي هيتعمل لها كول بايه؟ بالباراميتر اللي اسمه زينه، هيتحط هنا وبعدين هيجي يدخل في الكود هيلاقي نفسه ان هو محطوط هلو يوزر نيم، فهيقول لي هلو زينه، هيعمل لي اليرت مكتوب فيها هلو زينه. طيب دي حاجه كده برضو يعتبر ثابته، انا مش عايزه كده، انا عايزه اخد الفاليو اللي جوه الانبوت ده، وعايزه اعمل حاجه تاني كمان، عايزه الفانكشن دي ما تشتغلش غير لما انا ادوس على الزرار ده. الكلاس ده والاي دي ده دول حاجه اسمهم اتريبيوت. انا في هنا عندي مكان الاتريبيوت ممكن اكتب حاجه اسمها element، اسفه اسمها event، بكتبها على الاليمنت ده اللي هو بوتون او اي اليمنت. فانا الايفنت دي في ايفنت عندي اسمه اون كليك، الاون كليك ده يعني اتريبيوت بكتبه على الاليمنت علشان ينفذ حاجه معينه على الاليمنت ده. يعني انا لما ادوس هنا اون كليك، لما اكتب هنا اون كليك واكتب هنا حاجه، الحاجه اللي هكتبها هنا هتتنفذ لما ادوس كليك على البوتون ده، لما اعمل كليك على البوتون ده. يعني انا مثلا لو عملت هنا ممكن نلغي دي دلوقتي عشان الفانكشن ما تشتغلش. لو كتبت هنا اون كليك، لو عملت اليرت وكتبت فيه اي كلام مثلا انا عايزاه، ما ينفعش اعمل دبل كوت جوه دبل كوت، لازم لو هعمل دبل كوت اعمل جواها سنجل كوت او العكس. فانا هكتب هنا مثلا هلو، فانا اول ما ادوس على الزرار ده اتنفذت الايه، اتنفذت الايفنت اللي انا كتبته على البوتون اول ما دوست عليه. طيب انا عايزه اول ما ادوس على الزرار ده الفانكشن تشتغل، هعمل ايه؟ هكول الفانكشن هنا مكان الاون كليك ده، يعني هعمل اون كليك ويلكم كده واديها باراميتر اللي كنت مديه لها اللي هو زينه. انا كده لما ادوس على ويلكم هتتنفذ الفانكشن اللي هي بتطبع هلو والاسم، والاسم ده الباراميتر اللي انا اديته لها. بس انا مش عايزاه كده، انا مش عايزاه ثابت، انا عايزه اعمله متغير. هعمله متغير ازاي؟ ان انا مش هكتب فيه حاجه هنا، طيب انا دلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا مش هعمل طبعا هنا باراميتر علشان احنا مش هناخد يوزر نيم احنا اللي هنكتبه ده، احنا هناخده من اليوزر، يبقى انا الباراميتر ده مش محتاجاه، الباراميتر ده هحطه مكان الفاريبل ده. كده انا عملت ايه؟ عملت فاريبل اسمه يوزر نيم، اليوزر نيم ده بياخد الدوكيمنت دوت جيت اليمنت باي اي دي اللي هو الانبوت، بيمسك الانبوت وياخد الفاليو بتاعته وبعدين يعمل ايه؟ يطبع لي هلو واليوزر نيم اللي هي اللي هو ايه اليوزر نيم اللي هي الفاليو اللي انا لسه واخدها دلوقتي من الانبوت ده، اللي انا لسه واخدها من الانبوت ده. وهيكول الفانكشن امتى؟ هيكول الفانكشن لما انا ادوس على الزرار ده. بس كده انا يعتبر كده خلصت اهم حاجه في الكود بتاعي. انا هاجي هنا مثلا هكتب زينه وادوس ويلكم، قال لي هلو زينه. اجي هنا هكتب اسماء، قال لي هلو اسماء. انا كده الفانكشن بتاعتي اتنفذت. طيب دلوقتي احنا كل ده بنعمل حاجات بسيطه في الفانكشن، عايزين نعمل حاجه ادفانسد شويه. ممكن نعمل ايه؟ ممكن مثلا نعمل فانكشن زي اللي انا انبوت زي اللي انا كنت كاتباه بالظبط، بيحول لي العمله من جنيه لدولار. ايه رايكم نعملها؟
بتتعمل ازاي. انا ممكن ارجع الكود ده زي ما هو كده عشان اخد منه بس شوية حاجات، عشان انا عايزة برضو input وايه تاني input و button. انا كده عندي انبوت فاضي وزرار مكتوب عليه دولار. انا عايزه اكتب رقم هنا مثلا ايا كان الرقم وادوس على دولار، يروح مطلع لي هنا حسبه ال 44 جنيه دول بالدولار، يقول لي هما كام دولار. هعملها ازاي؟ طيب انا لازم اعمل هنا مكان عشان اكتب فيه التكست اللي هتقول لي دول كام دولار. التكست دي هعملها ازاي؟ ولا حاجه، هعمل باراجراف او مثلا اتش 3 كده وهسيبه فاضي، بس مش هكتب فيه حاجه عشان انا هكتب فيه بالجافا سكريبت مش بال HTML. هديله بس اي دي تكست مثلا، وبعدين هروح للجافا سكريبت. انا هعمل فانكشن هسميها مثلا تشينج، يعني حاجه تبقى شبه الفانكشن او شبه وظيفة الفانكشن، عشان هي بتتشينج العملة من جنيه لدولار. طيب انا عايزة اعمل ايه؟ اول حاجة بنعملها ان احنا بنمسك العنصر اللي احنا نشتغل عليه اللي هو الانبوت ده. هنمسك الانبوت ده علشان ناخد الحاجة المتخزنة جواه اللي هي اللي هيكتبها اليوزر. يبقى هعمل فاريبل وهسميه مثلا انبوت document dot get element by id. dot value. طيب انا عملت الانبوت، همسك ايه تاني؟ همسك التكست اللي تحت في الاخر خالص علشان اقول له حط فيه القيمه بتاعه الدولار. فهعمل له فاريبل تاني هسميه مثلا تكست كده. عملت ايه؟ انا كده مسكت الانبوت ده ومسكت التكست ده، لسه ما كتبتش فيهم اي حاجه ولسه ما عملتش فيهم اي حاجه. في حاجه هنا بتتكتب اسمها دوت انر اتش تي ام ال. دوت انر اتش تي ام ال دي بتخليني اقدر اتحكم في الحاجه المكتوبه جوه الاليمنت. انا هعملها في سطر لوحديها، هعمل تكست دوت انر اتش تي ام ال. الانر اتش تي ام ال ده انا عايزه اكتب فيه ايه؟ عايزه اقول له مثلا اكتب لي this equal انا دلوقتي هعمل الكونكاتينيشن. الكونكاتينيشن دي اللي احنا عملناها في الفيديو الاولاني اللي هو ان انا هربط string بفاريبل، الفاريبل اللي هو input ده this equal. هعمل طبعا البلس اللي هي بتاعت الكونكاتينيشن، هقول له i n p. بس انا مش عايزة الانبوت، انا عايزة الانبوت بالدولار. علشان احول من جنيه لدولار هاخد الرقم المكتوب بالجنيه ده وهقسمه على 15، او يعني هنفترض ان هو الدولار ب 15 جنيه وهنقسم الرقم ده على 15.
ونعمل مثلا كونكاتينيشن تاني ونكتب فيه دولار، نعمل كنترول اس ونشوف اللي هيظهر، بعدين نراجع اللي احنا عملناه. دلوقتي انا هكتب 77 ودولار، ما ظهرش حاجه. ليه ما ظهرش حاجه؟ لان انا ما عملتش كل الفانكشن. اعمل كل، دايما بننساها، تشينج هقول له مثلا 44 وادوس على دولار، في حاجه. المشكله هنا ان احنا مش هنكول الفانكشن هنا، احنا هنكول الفانكشن زي ما كتبناها في المره اللي فاتت جوه الزرار. ليه؟ علشان تتكتب، يعني عشان الفانكشن تتنفذ اول ما ندوس على الزرار على طول. هنعمل الايفنت اللي عملناه المره اللي فاتت اللي هو اون كليك هيساوي فانكشن، ونقول له مثلا 55 وندوس على دول، قال لي this equal وحسبها لي بالدولار، قال لي 3 دولار وكل الكسر ده. طيب لو قلت له مثلا 30 جنيه وادوس على كلمة دولار هيقول لي this equal to دولار. احنا كده عملنا function بتحول العملة، بتحول العملة من جنيه لدولار. طيب انا في عندي مشكلة صغيرة هنا، لو انا هنا جيت سبتها فاضية هيقول لي this equal 0 دولار، مش مشكلة. لو انا جيت كتبت دلوقتي مثلا زينة ودوست دولار هيقول لي this equal 9 دولار. انا مش عايزة يظهر لي الجملة دي، انا عايزة لما اكتب زينة يظهر لي جملة مثلا يقول له اكتب رقم، او مثلا write number او enter number. هعملها ازاي؟ هعمل if condition جوه الفانكشن، مش هخرج بره الفانكشن. هعمل if in ال int، لا function هنا في حاجة اسمها is name، is name، وهكتب هنا int. يعني لو ال int ده اللي هو ال value طلعت بنان، اعمل ايه؟ طلع له مثلا التكست، احنا هنكتب كله في نفس التكست اللي احنا عملناه. هنعمل تكست دوت انر اتش تي ام ال ايكوال رايت نمبر، وبعدين هقول له انس، نفذ الجملة دي، نفذ السطر ده. دلوقتي انا لو كتبت رقم ودوست هنا حسبه لي، لو انا كتبت كلام ودوست هنا قال لي رايت نمبر. احنا كده يعتبر خلصنا. بس هنقول تاني عملنا ايه؟ عملنا فانكشن اسمها تشينج. الفانكشن دي بتشتغل امتى؟ بتشتغل لما انا بدوس على الزرار ده، البوتون ده. عشان كده انا عملت لها ايفنت سميته اون كليك، والاون كليك ده عملت كل الفانكشن جواه علشان الفانكشن ما تشتغلش غير لما انا ادوس على الزرار ده. طيب الفانكشن دي بتعمل ايه؟ اول حاجه بتاخد الانبوت الفاضي وتجيب الفاليو اللي احنا بنكتبها فيه، وبعدين بتمسك الدوكيمنت، معناها بتمسك التكست الفاضي، وتيجي هنا اهو بتعمل if condition، يعني بتعمل شرط. لو الانبوت ده is نان، يعني لو انا كتبت حاجه تخلي الانبوت ده تطلع بنان، نان يعني not a number، اعمل لي ايه؟ خلي التكست دوت انر اتش تي ام ال اكتب فيها رايت نمبر في نفس التكست، في نفس مكان التكست اللي انا بكتب فيه القيمه بتاعه الدولار. لو الالس بقى، لو هي مش نان، لو هي رقم عادي، هتعمل ايه؟ هتعمل في التكست دوت انر اتش تي ام ال هتكتب this equal، ونعمل concatenation ونكتب الانبوت على 15 عشان نغير قيمة الجنيه لدولار، وبعدين نقول له this equal كذا دولار على حسب بقى اللي هو هيكتبه. تمام كده احنا خلصنا الجزء بتاع الفانكشن ده، وان شاء الله هنكمل الباقي في